كتير مش عارفه ايه نوع بشرتها ولا عارفه ازاي تهتم بيها، وكمان مش عارفه ايه المنتجات اللي تشتريها عشان تهتم ببشرتها. انا النهارده هقول لك ازاي تعرفي نوع بشرتك وازاي تهتمي بيها. خليني اقول لك على شويه حاجات اساسيه لازم تعمليها مهما كان نوع بشرتك، زي مثلا انك لازم تشربي ميه كتير، ولازم تستخدمي غسول مناسب لبشرتك، والترطيب ده طبعا اساسي معانا، والمهم قوي بقى ان انت لازم تستخدمي واقي شمس سواء كنا في الصيف او في الشتاء. اول نوع بشره هي البشره العاديه. البشره دي مش بيبقى فيها عيوب كتير زي مثلا المسام الواسعه او الحساسيه او الحبوب، وبيكون ملمسها مش جاف ومش دهني. طب ازاي نهتم بيها؟ اول حاجه لازم تستخدمي غسول مناسب لبشرتك، وبلاش ابدا ان انت تستخدمي ميه سخنه وانت بتغسلي وشك. طبعا الترطيب اساسي معانا، ممكن كمان تستخدمي تونر طبيعي. انا عن نفسي بفضل البشره العاديه تونر ميه الورد، ده بيبقى مناسب لبشرتك جدا. وطبعا واقي الشمس لازم تحطيه قبل ما تنزلي علشان يحميكي من التجاعيد. تاني نوع البشره الجافه. النوع ده من البشره تقريبا بيكون معدوم من الميه ومن الدهون، علشان كده بيظهر فيه خطوط رفيعه كتير وكمان بقى حمراء. طب ازاي نهتم ببشرتنا؟ اول حاجه لازم تشربي ميه كتير، وكمان تاكلي حاجات فيها اوميجا ومضاده للاكسده زي مثلا السمك والسلمون والجزر والطماطم، الحاجات دي هتغذي بشرتك جدا. وكمان تستخدمي مرطبات فيها جليسرين لان هي بتحافظ على رطوبه البشره، وممكن كمان تستخدمي جل الصبار وزيت جوز الهند. تالت نوع البشره الدهنيه. النوع ده من البشره بيفرز كميات كبيره قوي من الزيوت والدهون، علشان كده دايما بيبقى معرض لظهور حب الشباب والرؤوس البيضاء والسوداء. طب ازاي نهتم بيه؟ اول حاجه لازم تغسلي بشرتك مرتين على الاقل في اليوم بميه فاتره، ولازم تستخدمي مقشر. ممكن تستخدمي مقشر طبيعي زي خليط السكر وعصير الطماطم، ده هيفيد بشرتك جدا. ولازم تتاكدي ان الغسول اللي انت بتستخدميه او الكريم او واقي الشمس ما يبقاش فيه اي زيوت، ممكن تستخدمي حاجات طبيعيه زي جل الصبار. رابع نوع البشره المختلطه. النوع ده من البشره بيبقى مزيج ما بين البشره الدهنيه والبشره الجافه. الخدود بتبقى دايما جافه، اما الدقن والمناخير والجبين بتبقى دهنيه، علشان كده البشره دي ليها معامله خاصه شويه. طب ازاي نهتم بيها؟ اول حاجه بعد ما تستخدمي الغسول لازم تستخدمي تونر علشان يقلل المسام شويه. تاني حاجه لازم تستخدمي مقشر طبيعي زي الشوفان والعسل، ممكن كمان تستخدمي مرطب زي زيت الزيتون. لو استخدمتي الحاجات دي هتفيد بشرتك جدا. خامس نوع البشرة الحساسة. النوع ده من البشرة بيبقى معرض اكتر للحساسية والاحمرار، علشان كده لازم دايما وانت بتتعاملي مع بشرتك تتعاملي معها بلطف. كمان النوع ده من البشرة بيبقى دهني في الصيف وجاف في الشتاء. طب ازاي نهتم بيها؟ اول حاجة ابعدي تماما عن المية السخنة وعن الميك اب علشان هيضر بشرتك جدا. تاني حاجة لما تستخدمي مرطبات لازم تستخدميها طبيعية، ممكن تستخدمي زبدة الشيا وجوز الهند، واوعي تنسي واقي الشمس، لازم تحطيه قبل ما تنزلي. انا كده خلصت، ما تنسيش تقولي لي ايه نوع بشرتك في الكومنتس، واستنيني في حلقات تانية كتير، واوعي تنسي تعملي لايك وشير وسبسكرايب للفيديو.